مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج اتفرج يا سلام. معاكم المخرج حسن رضا، مخرج فيلم اتصال اللي هنعرضه معاكم النهاردة. الفيلم مستوحى من قصة حقيقية، يعني انا مريت بيها شخصيا، وهو بيتكلم عن بر الوالدين وعلاقة اب بابنه الوحيد. وهو بيتكلم عامة يعني عن أهمية بر الوالدين، ودي لازم حاجة الأبناء ياخدوا بالهم منها كويس جدا. أتمنى الفيلم ينول أعجابكم، هنعرضه معاكم النهاردة ونشوفه مع بعض دلوقتي ونرجع نتكلم فيه تاني. اه يا ماما. اه يا حبيبتي، الحمد لله. لا والنبي يا ماما، عارفيني النهارده انا مش قادر اجي ابات معاكي، معلش حقك عليا. لا لا، عايز اقعد لوحدي شويه. خلاص بكرة بإذن الله. ماشي يا حبيبي، والله هاجي بكرة بات معاكي. حاضر، ماشي يا ماما. الهاتف الذي طلبته غير متاح، يمكنك إرسال رسالة صوتية بصوتك. حسن، الشغل ده مش هينفع يتسلم كده. طب ما هو اكيد مش هتسلم كده، لا قطعات مظبوطه ولا كلامك مظبوط. ايه ده؟ الحق ابوك بيتصل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا مش هنخلص من ام عقده الابن الوحيد اللي عنده دي. ما تهدى كده يا عم، قول هديه انا هرد عليه. ما هو ينفعش ترد عليه، لانك لو رديت عليه هيسمع احنا فين، وهيقول لك تعالى وهيشوف دور وكيل النيابه، واحنا عندنا شغل المفروض يتسلم بكره. ما انا لو ما ردتش هيفضل يتصل كده ومش عارف نشتغل. ارد عليه دلوقتي احسن. استنى. الو. ازيك يا عم؟ ازيك يا طارق، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. اخبار شغلك ايه؟ الحمد لله كله تمام يا عم. طب الحمد لله. بقول لك ايه يا حبيبي، انا كنت بكلم حسن من شويه، موبايلي مقفول، فهو قال لي قبل ما ينزل من البيت انه هيقابلك. هو جنبك؟ حسن؟ لا لا، ده هو مش جنبي دلوقتي، ده هو كان معايا من شويه وبعد كده قال لي ان هو هيروح مشوار. مشوار؟ تمام يا ابني، لو كلمك بس يا ريت تبلغني عشان اطمن عليك. حاضر حاضر يا عم. طبعا ماشي ماشي يا عم. مع السلامة. مع السلامة. اتفضل. ما تشوف بقى يا عم حل مع ابوك. ممكن بعد اذنك، بعد اذنك لو اتصل بيك ما تردش عليه تاني عشان عندنا شغل. عيب عليك، ده ابوك. ما علينا، انا هقفل الموبايل عشان ما يكلمنيش تاني. طب هنعمل ايه بقى في المصيبة دي؟ هنعيد الكلام ده يا حسن. الذي طلبته غير متاح، يمكنك إرسال رسالة صوتية بصوتك.
تحب تتقطع ماتش تاني ولا كفايه عليك الخمسه واحد دول؟ طب بالنسبه لان انا في اثنين مدافعين عندي مرة. هو كل مره يا اما الدراع يا اما الحكم يا اما مش عارف مين مطرود. حوارش. لا انا ما بحورش، انت كل مره بتتغلب، وريني مهاراتك، تعالى وريني، وريني نفسك. عليا نعم ارحمك الماتش ده، وريني طب نفسك. اوه دوس بوز، دوس نابوز، رد على ابويا. يا بابا ايه حسن كل التاخير ده؟ هتيجي امتى؟ يعني ايه هاجي امتى؟ الساعه بقت 3 الفجر، تعالى البيت بسرعه عشان انا تعبان وعايز انام. طب ما تنام يا بابا. ايه انا وانا مالي انا يا ابني؟ كمان اربع ساعات لسه هروح اجيب عمتك من المطار، وعايز اريح لي شويه قبلها. لازمته ايه بقى السهر اللي ملوش لازمه ده؟ ايه المشكله بابا؟ انت رابط نفسك بيا ليه؟ انت ليه مصمم تعذبني؟ يلا عشان عايز اخد الدواء انام. ما تنام يا بابا. ايه المشكله؟ انا مش فاهم يعني. قدامك قد ايه وتروح؟ انا مش هروح دلوقتي، شويه كده هروح. انا كده مش هعرف انام الا لما اطمن انك رجعت البيت. لا والله، ده بقى على اساس ان انت مخلف شيماء. بابا روح يا بابا، ريح بعد اذنك وكل حاجه قبل ما تنام عشان تاخد الدواء لو سمحت. مش هاكل ولا انام لما تيجي. يلا تعالى بقى ما تتعبش اعصابي. يوه هتيجي الساعه كام؟ معرفش بقى. بابا بص بص بقول لك ايه، معلش اقفل يا بابا دلوقتي، معلش مع السلامه. ربنا يهديك يا ابني. سلام. ربنا يهديك. يا رب امتى هترحمني؟ في ايه يا حبيبي؟ بس في ايه مالك؟ ابويا ما وروش اي حاجه في الدنيا غيري. طب بس اهدى شويه، تعالى بس نكمل الجيم اللي احنا بدأناه ده ونروق على نفسنا شويه. احنا زي ما احنا صح؟ اه مفيش اي تغيير. يلا انت طيب. فين يا ميرا؟ بقالنا 3 شهور مع بعض، وعدد المرات اللي شفنا بعض فيها وخرجنا فيها تتعدى على صوابع الايد، وكل شويه اصلي مشغول. اسف يا حبيبتي، اصلي مسافر. اسف يا حبيبتي، اصلي عندي ميعاد مع مخرج مهم. يا حبيبتي مش انا قلت لك دي فترة صعبة وهتعدي؟ الكلام ده سمعته أكتر من 50,000 مرة، مفيش حاجة بتتغير. ممكن تهدي بعد إذنك؟ شوف الزفت ده، أنا تعبت. إيه؟ نعم، في إيه؟ أنا مش فاهم، أقسم بالله إيه الزن ده؟ أكيد ما بردش عليكي بقى، أكيد مشغول بعمل حاجة. انا لا عيل صغير عشان كل 5 دقايق تقعد تتصل بيا يا بابا، انا مش هينفع. لا هتخطف يعني ولا هتوه؟ انت يا اخي تحمل ام الزن ده. كتر خيرك يا ابني، انا اسف. ربنا ياخدني عشان ترتاح. Thank you.
اسف جدا يا فندم. ده كان رقم حد عزيز عليا و... بس واضح كده انه غير رقم. احنا مش هيخلص من ام عوضه الابن الوحيد اللي عنده. ابويا ما بيقولش اي حاجه في الدنيا. انت يا اخي تحت ام الذنب ده. ورجعنا لكم مرة تانية، وأرجو أن الفيلم يكون نال إعجابكم. الفيلم يعني زي ما حضرتكم شفتوا هو يعني بسيط جدا، الموضوع بسيط لكن طريقة السرد بتاعته أنا كنت حريص أنها تكون يعني مميزة. طبعا من يعني من البداية خالص يعني فكرة الفيلم ده يعني جات لي بسبب موقف واحد، والموقف ده كان موجود في الفيلم، موقف الشخص اللي هو اشترى رقم الأب وبيكلم حسن في العربية. الموقف ده حصل معايا فعلا، لأنه زي ما انتوا يعني شفتوا في الفيلم هو حسن كان بيتصل بوالده بعد ما هو توفى، يعني بيتصل بالرقم بعد ما هو توفى، اللي هو ده يدل هو مفتقد الحديث مع والده، اللي هو كان بينفر منه لما كان بيكلمه في اوقات هو بيكون مش متفرغ او بيكلم مع اصحابه او بيتخانق مع حد. فهو كان بينفر من ده جدا. فبعد ما الوالد اتوفى هو مفتقد الحديث مع والده، فلدرجه اللي هو كان بيتصل بالرقم وهو عارف ان ما حدش هيرد، بس هو يعني اللي هو هيدي رقم مغلق. بس المفاجاه ان بعد ما الموضوع ده اتكرر ده في الحقيقة بقى اللي أنا بقوله ده حصل فعلا، في شخص كلمني من رقم الوالد وقال لي الرقم ده كان بيكلمني من كذا مرة وأنا ببقى في أغلب الوقت بقفل الموبايل بتاعي، فوصل لي رسالة للرقم ده كلمني، ممكن أعرف مين معايا؟ أنا ساعتها أنا كنتش عارف يعني كنتش عارف أقول له إيه. قلت له زي ما قلت في الفيلم كده بالظبط، يعني زي ما احمد طارق قال في الفيلم كده بالظبط،
والرقم ده كان يخص حد عزيز عليا، بس واضح كده انه يعني غير رقم. بس طبعا انا كنتش هقول له بقى تفاصيل بقى واللي انا حاسس بيه وكده. ففكرة الفيلم اصلا كله اتبنت على اللحظة دي. بالنسبة لسيناريو الفيلم اللي كتبته رانا الدينيري، رانا الدينيري هي سيناريست ومونتيرا، كنت قاعد معها وبنتناقش في طريقة سرد الأحداث وإزاي نلعب ما بين الأحداث الماضي والحاضر في الفيلم. هي عجبتها الفكرة جدا، وعجبتها يعني طريقة طرح الموضوع اللي اتناقشنا فيها، وعجبتها الرسالة اللي بتقدمها الفيلم. فاشتغلنا مع بعض وعملنا السيناريو وطبعا انا عدلت حاجات بسيطة فيه كده وزودت مشاهد، بس وصلنا للنتيجة النهائية في الاخر وكنا راضيين عنها كلنا يعني الحمد لله. ويعني يعني احنا بنكتب كمان انا كنت شايف الصورة، لان برضو حتة اللي انا يعني نسيت اقول اللي انا اصلا اشتغلت مونتاج بقالي 12 سنة، فحتة ان المخرج يكون مونتير هو شايف تسلسل الفيلم قبل ما يتصور، يعني هو شايفه بالتفصيل فبقطعاته بكل حاجة. فحتى لو هو بيكتب او بيشارك في السيناريو هو شايف، هو بيوصف الصورة بشكل يعني يخلي القارئ السيناريو يكون فعلا بيتفرج على الفيلم، يعني هو شايفه فعلا صورة حقيقية قدامه. حسن الشغل ده مش هينفع يتسلم كده. طب ما هو اكيد مش هتسلم كده، لا قطعات مظبوطة ولا كلامك مظبوط. ايه ده؟ الحق ابوك بيتصل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، احنا مش هيخلص من ام عقده الابن الوحيد اللي عنده دي. ما تهدى كده يا عم، قول هديه انا هرد عليه. ما هو ينفعش ترد عليه، لانك لو رديت عليه هيسمع احنا فين وهيقول لك تعالى وهيشهد دور وكيل النيابه واحنا عندنا شغل في يتسلم بكره. ما انا لو ما ردتش هيفضل يتصل كده ومش عارف نشتغل، ارد عليه دلوقتي احسن. بالنسبه لابطال الفيلم طبعا البطل الاساسي هو شخصيه حسن اللي هو كان بيلعب دور يعني في الحقيقه. كنت انا حريص جدا على اختيار البطل الفيلم لانه هو بيلعب يعني شخصيتي، فاللي هو انا كنت حريص جدا على اختيار الممثل اللي هيلعب دور الشخصيه، ويعني كان يهمني جدا ان البطل يكون في الحقيقه تشابه ما بيني وما بينه، حتى يعني في طريقه الكلام، في الشغف اللي عنده مثلا لشغله. فانا اخترت احمد طارق اللي هو بطل الفيلم، وطبعا عملنا بروفات مع بعض كتير جدا، وقعدت معاه كتير واتناقشت معاه في يعني بالذات في المواقف اللي انا مريت بيها بعد وفاة والده الله يرحمه. انا حسيت بايه بالظبط وايه اللي كان بيدور في عقلي، فانا كنت قاعد معاه بقول له كل المشاعر اللي انا حسيت بيها في الوقت ده، وهو كان عامل زي السفنجة كده بيمتص الكلام بتاعي والمشاعر اللي انا بقولها له. الهاتف الذي طلبته غير متاح، يمكنك ارسال رسالة صوتية بصوتك. بالنسبة لباقي الممثلين كان شارك في التمثيل برضو في الفيلم عمر الدميري ودنيا يوسف ومجدي محسن،
دنيا يوسف وعمر الدميري بالذات هما يعني اشتغلوا تمثيل اكتر يعني في السوق وفي مسلسلات وافلام وكده. عمر الدميري انا شفت اداؤه في الفيديوهات اللي كان بيعملها فكان شدني جدا وعجبني وعجبني رياكشنات وشه جدا, وان هو كان بيسمع اكتر يعني ما بيكلم في التمثيل, لان التمثيل في الاساس سمع اكتر ما هو كلام. يعني غير كده برضو دنيا كان برضو كانت نفس الكلام, عجبني برضو عندها حتة السمع ده كويس جدا. وغير كده هي واحمد يعني في البروفات قبل ما نصور كان في كيمياء قوية جدا ما بينهم. فطبعا يعني بعد ما عملت لها اوديشن دخلتها معايا في الفيلم والحمد لله كانت عملت الدور حلو جدا واديته بشكل هايل. بالنسبه لمجدي محسن هو لا هو مش ممثل, بس هو يعني كان في ممثل معانا بس هو كان يعني حصلت له ظروف ما عرفش يجي, فاحنا كان مجدي كان معانا. هو برده مجدي يعني مساعد مخرج وسجل الصوت في الفيلم. الو ازيك يا عم؟ ازيك يا طارق؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. اخبار شغلك ايه؟ الحمد لله كله تمام يا عم. طب الحمد لله. بقول لك ايه يا حبيبي, انا كنت بكلم حسن من شويه الموبايل مقفول, فهو قال لي يا ابني ما ينزل من البيت انه هيقابلك. هو جنبك؟ حسن بقالنا 3 شهور مع بعض, وعدد المرات اللي شفنا بعض فيها وخرجنا فيها تتعدى على صوابع الايد, وكل شويه اصلي مشغول مشغول. اسف يا حبيبتي اصلا مسافر. اسف يا حبيبتي اصلا عندي ميعاد مع مخرج مهم. يا حبيبتي مش انا قلت لك ان دي فتره صعبه وهتعدي؟ الكلام ده سمعته اكتر من 50,000 مره, مفيش حاجه بتتغير. يا رب امتى هترحمني؟ في يا حبيبي بس في ايه مال؟ ابويا ما وروش اي حاجه في الدنيا غيري. طب بس اهدى شويه, تعالى بس نكمل الجيم اللي احنا بداناه ده ونروق على نفسنا شويه. احنا زي ما احنا صح؟ مفيش اي تغيير. بالنسبه لمرحله التصوير في الفيلم اللي قام بالتصوير احمد رأفت, هو يعني من اشطر مديرين التصوير اللي انا تعاملت معاهم في الافلام القصيره. ودلوقتي هو بيدرس يعني موازي في معهد السينما قسم تصوير. حد مجتهد جدا وشغله يعني بيعمله باتقان شديد. وغير كده انا برضو يعني عندي حته الاتقان في الشغل جدا, يعني حتى وافقنا مع بعض في الشغل جدا لما نهتم بادق التفاصيل, وده كان هايل جدا عندي. يعني هو مش بيصور وخلاص ويؤدي وقته في التصوير وخلاص كده, لا هو بيعمله بقلب شديد جدا وباتقان ومدي قلبه وروحه في الشغل قوي. فدي حاجه من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيه قوي في الشغل. مش قادر اجيبك معاكي, معلش هاكل. لا لا عايز اقعد لوحدي شويه. خلاص بكره باذن الله. ماشي يا عم والله هاجي بكره اقعد معاك. حاضر ماشي يا عم. بالنسبه لمونتاج الفيلم انا اللي قمت بالمونتاج بنفسي, وده برضو حتة اللي انا مونتير بقالي 12 سنة ده ساعدني زي ما انا قلت قبل كده في وصف الاحداث في السيناريو وانا بحضره مع رنا الدينيري. اكني شايف الاحداث في الورق, يعني بوصفها زي ما هي في الصورة في دماغي بالظبط. فانا كنت حريص في اللي انا في الفيلم ده زي ما انا قلت اللي انا اعرض الاحداث الماضي والحاضر لشخصية الابن اللي هو حسن, وكنت حريص لأن أنقل من الزمنين, يعني أنقل الزمنين من خلال الأدوات. يعني اللي أنا مثلا أنقل من الماضي للحاضر من خلال طفاية سجاير مثلا, أنقل من الحاضر للماضي من خلال إزازة مية. تحب تتقطع ماتش تاني ولا كفايه عليك الخمسه واحد دول؟ طب بالنسبه لان انا في 2 مدافعين عندي هو كل مره يا اما الدراع يا اما الحكم يا اما مش عارف مين مطرود. بالنسبه للموسيقى في الفيلم اللي قامت بيها الفنانه يعني متالقه يعني بجد في توزيع المزيكا حياه سليم, ومعاها برضو الفنان الموهوب جدا يوسف راجي.
الاثنين تعاونوا بشكل كويس جدا في عمل الموسيقى بتاعه الفيلم. انا مؤمن جدا ان المزيكا هي بتتكلم في الفيلم، يعني هي مش بس الصوره اللي بتتكلم، ده كمان المزيكا بتتكلم وهي اللي بتعبر عن الاحداث اللي بتحصل في الصوره في الفيلم. وامتى يعني مثلا في المشهد بتاع لما حسن دخل الاوضه بتاعه الاب وكان بيتامل فيها وبيفتكر ذكرياته مع والده، ففي الاوضه دي انا ما كنتش عايز ابين في الاول ان الوالد اتوفى، فانا كنت عايز ابين في المشهد ده المزيكا تكون فيها كثير من الغموض وقليل من الحزن. الفيلم شارك بمهرجانات زي مهرجان يوسف شاهين، وشارك كمان في مهرجانات في إيطاليا وفي تشيناي في الهند، وشارك في الأردن، والجوائز اللي حاصل عليها منها جائزة ثالث أفضل فيلم مرتين في مهرجانين مختلفين، وشارك وبرضو كسب جائزة أحسن ممثل أحمد طارق زي ما ذكرت قبل كده، وكسب جائزة أحسن إخراج. وأنا فخور يعني اللي أنا شاركت بالفيلم ده، والحمد لله الرؤية اللي أنا كنت عايز أطلعه والإحساس اللي أنا كنت مريض بيه في فترة بعد وفاة والدي عرفت أعبر عنها بشكل كويس وأثرت في ناس كتير. إيه؟ نعم في إيه؟ أنا مش فاهم أقسم بالله إيه الزن ده؟ أكيد ما بردش عليكي بقى، أكيد مشغول بعمل حاجة. أنا لا عيل صغير عشان كل خمس دقايق تقعد تتصل بيا يا بابا، أنا مش هينفع. لا هتخطف يعني ولا هتوه؟ أنت يا أخي ارتاح من أم الزن ده. كتر خيرك يا ابني، أنا آسف. ربنا ياخدني عشان ترتاح. وفي النهاية بتمنى إن يكون الفيلم عجبكم وتكونوا استمتعتوا بالحلقة النهاردة، وإن شاء الله لينا لقاء تاني في حلقات جاية وبرنامج اتفرج يا سلام.